بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأن هذه الغنائم تم اغتنامها من خلال العملية الانغماسية التي قام بها المجاهدون طبعا على حواجز الزلاقيات. شاركت كل من الفصائل التالي: جبهة ثوار سراقب، تجمع العزيز صقور الغاب، لواء الحلفاء، لواء السابع، لواء البادية التابع لجيش الإسلام. طبعا هؤلاء القادة والعسكريين الذين خاضوا معارك التحرير وتمكنوا من اقتحام الحواجز وقتل وغنم هذه الأسلحة والذخائر. يسرنا أن نلتقي بكل هؤلاء القادة ونلتقي بقائد المعركة أبو شهاب. أهلا وسهلا فيك أخي أبو شهاب. أخي أبو شهاب، حبذا لو حدثتنا عن المعركة، كيف جرت وكيف انتهت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الفضل لله، قام بعد فصائل الجيش الحر بالاشتراك مع تجمع العزة، لواء أحرار حلفاء العصفورة، جيش الإسلام، لواء البادية، تجمع صخور الغاب، لواء سراقب، واللواء السابع. قمنا بعملية انغماسية في الحاجز وتم بعون الله تعالى تحريره، وقمنا بقتل العديد من العساكر، ووجدنا بينهم أفغان وإيرانيين شيعة. والحمد لله تم تحرير الحاجز ولم نستطع الصمود بالحاجز لشدة القصف في الحاجز. أخي أبو شهاب، نحن بحسب ما سمعنا أن هناك أربع عناصر من جنسيات أجنبية، أنت ذكرت أفغان وإيرانيين، هل أربع عناصر بالفعل حقيقة؟ أنا انغمست بدشمة، دشمة بي كي سي، وبقيت على الدشمة حوالي دقيقة أستمع إلى الكلام، كلامهم أجنبي شيعي إيراني وأفغان، وبعدها قمت بقتل الدشمة كاملة بها أربع عناصر. يعني تؤكدون وجود عناصر أجنبية في داخل هذا الحاجز؟ نؤكد، وجلبنا الهوايا والهواتف تبعي التي كانت معهم. أخي أبو شهاب، طبعا بحسب ما ذكر على مواقع الثورة أنكم تمكنتم من قتل ما يقارب 25 عنصر وهناك جرحى في صفوف قوات النظام. 25 عنصر و28 جريح للجيش الأسدي، وحصل في صفوفنا 3 شهداء وما يقارب 15 جريح. أخي أبو شهاب، هناك من قال قرية الزلاقيات محررة بالكامل، وهناك من قال أنكم لم تستطيعوا الدخول بداخلها. أخي، حررنا الحواجز المحيطة بها، وهي حاجز الدكتور بدر الجديد والحاجز القديم وحاجز المقبرة، ولكن لم نستطع الصمود في تلك الحواجز. طيب أخي أبو شهاب، استطعتم تحرير ما يقارب 3 حواجز وتمكنتم من قتل أكثر من 25 جندي من قوات النظام وأسرتم وغنمتم وما إلى ذلك، يعني السؤال الذي يطرح نفسه: لما لا تستطيعون الثبات في هذه الحواجز بعد تحريرها؟ أخي، لأن الحاجز محيط به كثير من الحواجز وشدة القصف ويتبعون سياسة الأرض المحروقة، فلذلك لم نستطع الثبات في الحاجز. يعني هل نستطيع القول كانت العملية مخطط لها انغماسية قتل وغنم وانسحاب، أم فوجئتم بهذه الكثافة النارية؟ نحن قلنا أنه إذا استطعنا وكان الوضع يعني ساعدنا الثبات راح نثبت، فالوضع ما ساعدنا فاضطرينا للانسحاب. إذن في نهاية هذه المقابلة لا يسعنا إلا أن نشكر القائد أبو شهاب وكل القادة والضباط العسكريين الذين خاضوا معارك التحرير وسطروا ملاحم من البطولة على حواجز الزلاقيات وتمكنوا من قتل العديد من قوات النظام وغنم منهم هذه الأسلحة وهذه الذخائر. وبحسب ما علمنا أخي أبو شهاب، سؤال: الدبابة تم عطفها، هل هذا صحيح؟ نعم، وتم عطف دبابة بالإضافة إلى هذه الذخائر التي تم اغتنامها على حواجز الزلاقيات.